اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده. يلا نتصالح. المكافآت السماويه بتتحسب ازاي؟ يا ترى ربنا لما بيكافئ او بيجازي كل واحد من ولاده بيكافئه على اساس ايه؟ هل في مقاييس معينه ربنا حاططها؟ ايه انواع المكافآت السماويه؟ هل المكافآت السماويه هناخدها في السماء ولا في حاجه منها بناخدها على الارض؟ الاسئله دي وغيرها وكمان سؤال وصل لنا من احد مشاهدي البرنامج هيكون موضوع حلقتنا النهارده مع ضيفنا المهندس الف السدراك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا. وصل لنا سؤال على الايميل بيقول سلام ونعمه، لو سمحت سؤالين عن الحلقه الماضيه عن نحاميه، ودي كانت الحلقه مش اللي فاتت اللي قبلها، حيث تمت الاشاده بعدم الهروب وعدم التجاسر على قوانين الهيكل، لكن بواقعة أخرى طلبت السماء الهروب كما حدث مع لوط اهرب لحياتك، وأيضا هروب المسيح طفلا مع العذراء ويوسف لأرض مصر، وكما استشهد المسيح بواقعة داود منطويا على استحسان فعلته بأكله هو وجنوده خبز الهيكل حين جاعوا بالرغم من أنه لا يحل سوى للكهنة. فماذا عن هذه الثلاثة أمور وشكرا جزيلا. وطبعا احنا بنتوجه بالسؤال لضيفنا باشمهندس، ايه رأي حضرتك؟ ايه عندنا ثلاث مواقف كتابية عن موضوع الهروب، واحنا كنا اتكلمنا عن نحمية انه قال انا ما هربش، فمحتاجين اجابة. طب انا هقول انا فهمت السؤال ازاي عشان لو انا فاهمه غلط حد يصلح لي او كده. انا فهمت انه صاحب السؤال شايف ان احنا بنتكلم على عدم الهروب. طيب ازاي هنا رب المجد يسوع هرب والله قال عن طريق الملائكة لوط يهرب؟ تمام. كنا بنقول انه نحمية لاحظ ان كلام النبي بيقول له ادخل الهيكل والكهنة بس اللي بيدخله، فكان يبقى من الخطأ انه يدخل، بينما في موقف تاني هو بيقول ان الرب استحسن يعني ان داود دخل الهيكل واخد من خبز الوجوه او خبز التقديم. تمام. ده اللي انا فهمته بالزبط. فهو شايف ان في مفارقة محتاج يعني الشرح. هفكر برضو اخويا والسادة المشاهدين، مرة اللي قبل فات كناش بنتكلم على الهروب لكن كنا بنتكلم على الخوف. ولو تفتكر حضرتك احنا قلنا في مقابل موضوع كورونا ان احنا نكون حذرين وفي نفس الوقت ما نخافش. ما يكونش فيه تهور، ما يكونش فيه خوف، لكن يكون فيه حذر. فاحنا كنا بنتكلم على الخوف وعدمه اللي ادى عدم الخوف ان هو يقول انا مش ههرب. يعني نحمية لانه ما كانش خايف فقال انا مش ههرب. بس في اوقات الانسان هو شجاع جدا يبقى من الطبيعي ومن اللازم انه يهرب. يعني مثلا فرضنا ان شخص واحد في جيش بيلحق بيه لازم يهرب، مش هو خايف، مش هو مرعوب، مش هو متوتر. هي دي النقطه. يعني في حاجات من الطبيعي ان رب المجد يسوع العذراء مريم ويوسف النجار ملاك يقولوا جيش مثلا هيرودس جاي، طيب هل نقاومه؟ هل نحاربه؟ هل نقف ضده؟ يبقى اذا في اوقات يكون في شجاعه وفي ثبات وفي عدم خوف، ومع ذلك في الجانب الآخر يكون في أوقات أهرب وأوقات أقف. فالهروب أحيانا، عدم الهروب أحيانا قد يكون شيء من عدم الحذر أو التهور. لما اتكلمنا على كورونا احنا عايزين نكون حذرين وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه شيء من التهور. يبقى الحذر هنا، أدي التهور هنا، أدي الخوف هنا. بنقول لا أنا خاف ونتصرف بحذر ولكن بشجاعة. ده يعني ملخص الفكرة. فما فيش تعارض بين الموقفين. يعني صاحب السؤال بيتهيألي بيسأل شايف في تعارض يعني هنا نهرب نحمية نحمية ما هربش ورب المجد يسوع وهو طفل مع العذراء مريم ويوسف النجار هربوا. بالظبط. فهو شايف ان في تعارض. لا، في مواقف كتير. يعني داود النبي مثلا يقول ان قام علي جيش فلا يخاف قلبي. طب بعد كده هتصمد ولا تهرب حسب الحالة؟ اقدر في الوقت ده احارب هحارب، هقدر في الوقت ده انسحب هنسحب. وفي المعارك زي ما الناس العسكريين بيقولوا في حاجه اسمها الهجوم وده شجاعه، والانسحاب التكتيكي وده شجاعه، علشان الوقت المناسب اقدر اهاجم. فرضت الجيش بتاعي رب المجد يسوع قال انا عندي جيش ب 10,000 جاي عليا جيش ب 20,000 مثلا. طيب هل هقدر اعمل تشاور بيني وبين القاده العسكريين نقدر كل واحد ينتصر على اثنين؟ لا، ما نقدرش. نبعت سفاره يعني ما هو للصلح. طب هل ده يعتبر هروب؟ هل ده يعتبر جبن؟ ابدا. يبقى اذا نتحدث عن الشجاعه الغير متهوره ولا نتحدث عن الجبن والخوف والتوتر.
يعني دي اول فكره يعني. اللي فهمته من حضرتك انه المهم ان انا ما اكونش خايف. بالظبط. هتحرك ازاي بقى؟ ده ممكن الله يقودني او يعني تختلف. في كل موقف او هيختلف حسب الموقف اللي انا فيه، حسب حسابات الموقف. بالزبط. بس حتى لو ههرب ههرب وانا مش خايف، حتى لو هصمت هصمت وانا مش خايف، وما فيش تعارض بين الاثنين، الاثنين ما فيهمش خوف. تمام. لان الله بعت لي مرات كثيره في الكتاب المقدس زي ما بيقولوا اكتر من 365 مره يقول لي ما تخافش. ليه؟ لان الخوف بيوترني، بيغلطني، بيطير مني الايمان، بيقفل معونه السماء بالنسبه لي، يعني بيدي ربكه على مستوى الروحي والمستوى النفسي. فنحن ضد الخوف، ولا نتحدث على ان ازاي الخوف ده يكون بيدخل في حياتي، لكن الهرب في اوقات صحيح وشجاعه، وعدم الهرب في اوقات قوي وشجاعه، فما فيش خلاف بينهم. الجزء الثاني هو بيقول انه استشهد المسيح بواقعة داود منطويا على استحسان فعلته. وبرضو الرب يسوع استشهد بالحادثة دي في ظروف عارفينها كلنا، لما كانوا التلاميذ ماشيين، فالتلاميذ كانوا جعانين جدا ما لحقوش ياكلوا، فاخدوا سنابل وفركوها بايديهم واكلوها. البعد الروحي في الموضوع ده والبعد التفسيري بيتكلم على انه زمان كان من حق اي واحد يمشي في غيط اي حد يمد ايده ياكل، لكن ما يطلعش المنجل ويحصد ويسرق. لكن ياكل لجوعه يسد احتياجه ياب. فالفرسين والكتبه ما عجبهمش، مش انه خدوا البتاع ده، ان يوم السبت وازاي يفركوا وازاي ياكلوا. يعني كان بقى خلاص احنا حصدنا وزرعنا، ما حصلش كده. يعني كان نوع من ايه؟ مكبرين الموضوع شويه او مبالغين في يوم السبت. ورب المجد يسوع الكلام ده اتذكر في متى وفي لوقا او اعتقد وفي مرقس، وفي كل مره كان الرب المجد يسوع بيكلمهم على فكره ان السبت وضع لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت. اسمح لي بسرعه كده اقول بعض الايات توضح الفكره دي. بيقول لك في خروج 34:21، سته ايام تعمل اما اليوم السابع فتستريح فيه، في الفلاحه وفي الحصاد تستريح، وتستريح مكتوبه مرتين. يعني ربنا مش السبت قيد انك لازم تستريح، السبت بركة ليك تستريح، ومش ليك أنت بس. في التثنية 5:14 بيقول لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك حتى وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك. يعني شوف الرب بيدي وصية لأجل راحة الإنسان، لكن اليهود قلبوها وبقيت أقطع رقبة واحد عشان ما استريحش. التصعيد اللي حصل رغم أنه نص موجود في شريعة موسى، اللي خلى الكتب والفرسين يصعدوا يصعدوا، ان بدل ما الشريعة كانت للإنسان والسبت كان للإنسان، خلوا الإنسان هو لأجل السبت. أيوة. وده اللي رب المجد يسوع قالوا إنما السبت جعل من أجل الإنسان لا الإنسان من أجل السبت. ولما استشهد بقصة داود ما كانتش قصة جميلة وكمن وكل الناس مفروض يا جماعة أول ما حد يجوع يخش على الهيكل يأكل من خبز الوجوه، دي حادثة استثنائية عارفينها، إن داود كان بيهرب هو مجموعة من الجنود اللي معاه. أيوة. وكان مفيش أكل فترة طويلة فلازم يأكل، فحال حاجة استثنائية. بس الله كان بيوجه، إذا كنتوا بتبصوا لداود إنه مثل وقدوة ليكم، طب اللي موجود هنا مين؟ ده إله داود. قال لهم اللي موجود هنا هو رب السبت أيضا. فإذا كان في استثناء حصل لداود فكان بالحري ابن داود الحقيقي اللي داود بيرمز إليه، مش هو بيرمز لداود. فكان فيها يعني بعض الإيحاءات اللي تفهمها افتفحها اليهود بأنه يبعت رسالة أن هذا هو ابن داود الجديد اللي موجود. وهقول نصوص تقول كده، يعني ده مش استنتاجات. يعني بصي الكلام ده موجود في مرقس وموجود في متى. بيقول إيه؟ في مرقس يقول لهم إيه؟ لكني أقول لكم إن ها هنا أعظم من الهيكل، فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة، فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. إذا كان داود النبي عشان ده كان شخص مبارك ولا يكسر الوصية، احترم وصية الله، ده حدث خاص، كان فيه نوع من أنواع نقول عليه إيه الوضع الخاص اللي سمح لي بهذا العمل، وده مش صح، يعني مش فكرة هنكررها. طب اشحال رب المجد يسوع. وده النصوص الكتابية بتتحدث ان الآية دي اتحطت في المكان ده عشان تشرح فكرة يقربها لليهود اللي كانوا محيطين بيه. فمش يعني مش ربنا استحسن كده قال للناس بعد كده بعد القصة دي كل ما الناس تجوع يا جماعة تجري وتخش على الهيكل تاكل خبز الوجوه، لا لا مش ده المقصود. آخر حاجة اتأسف
في متى بيقول فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاح والذين معه كيف كذا كذا، وبعد كده يقول لهم هو هنا أعظم من الهيكل. يعني أنتوا زعلانين على فرق القمح وأكله، ده هنا إله الهيكل موجود على الأرض. كل ده محاولة أنه يأخذ من ثقتهم في داود إلى ابن داود الجديد، مش استحسان بالعمل. يعني صاحب السؤال بيقول استحسان، مش يعني استحسان، هو استحسن الكلام، استحسن الموقف. ده في حالة خاصة، زي ما دي حالة خاصة مش حالة عامة. وبكرر الكلام ده، يعني لو حصلت ظروف معينة، حد مثلا في صيام وحصل له مرض معين وراح للدكتور قال له لا ما تقدرش تصوم، انت حالتك لا تسمح بالصيام، دي حالة خاصة لازم نحترمها. ما نقدرش نقول ده عام، وما نقدرش نقول ده حاجة بنعممها، لكن دي حالة خاصة رب المجد استشهد بيها عشان يشرح ليه التلاميذ عملوا كده. وبرضو ده مش الحال العام، ده حالة خاصة بيتكلم عليها بس. تمام، نشكر حضرتك جدا على الإجابة، واسمح لي يكون بندخل في موضوع الحلقة. وقبل ما ندخل في حلقة النهاردة، حابة أشارك حضراتكم أنه الحلقة اللي فاتت كانت غنية الحقيقة بأخبار مشجعة وحقائق روحية فارقة جدا مع كل اللي شافوا الحلقة، ومنها الفيديو اللي هنشوفه مع بعض. وستت لنا الحقيقة رسائل كتير على الحلقة اللي فاتت، إن كان عن طريق الفيسبوك بتشجيع وبركة بترسوها لينا، ودي بتفرق معنا جدا، أو إن كانت في رسائل محددة. رسالة منها، واسمحوا لي أكون بشارككم بس بعض الاختصار، كانت رسالة بتقول حلقة مشجعة جدا، من أول الحلقة ما قدرتش غير أني أركع وأرفع قلبي بصلاة بكل كلمة بتتقال، وأتشدد مع آسى الملك بقوة سماوية ورؤية جديدة، شايف بالإيمان ومصدق. ودي كانت أروع حاجة الحقيقة في الرسالة، شايف بالإيمان ومصدق أن كل العيلة والأحباب اللي بتعامل معاهم يدخلوا في عهد مؤكد مختوم بلا رجوع. وأشكر ربنا على تجديد أذهاننا بخطة عمل جديدة وأسلوب جديد عوض عن كل فشل وتراجع واستسلام. مدام نادية صديقة البرنامج بعتت وقالت، ادت عنوان الحلقة كان جميل الحقيقة، مين صاحب المكان في بيتي؟ لابد من نزع الرجسات أي الآلهة الغريبة مثل عبادة المال وعبادة أولادي، وأختار أن يكون صاحب المكان في بيتي هو الله. ولتربية الأولاد أجدد علاقتي بالله، لأن الله يقدم الجديد مع كل الأجيال المتتالية. بنسعد جدا، بنتشجع بكل رسائلكم، واسمحوا لي نكون بنبتدي في سؤال حلقة النهاردة. فانس ألفريد، المكافآت السماوية اللي حضرتك على مدى الحلقتين أو الثلاثة اللي فاتوا فتحت عينين عليها الحقيقة، بتتحسب إزاي؟ هجاوب، بس ممكن أول حاجة الأول بعدين أجاوب. اتفضل. هقول ثلاث نقط. هقول انه دافع الخدمة ايه، هدف الخدمة ايه، حافز الخدمة ايه. يعني في ثلاث حاجات، الدافع، الموتيف، في هدف وهدف وفي حافز وحافز. احنا اتكلمنا المرة فات، الدافع هو ايه، التزام حب، مفيش كلام، لله، التزام حب لله ولولاده. تمام، يعني الحاجة الاساس اللي انا بتحرك عليه وانا بخدم الله هو التزام حب، هو ان انا بحبه. طيب. والحب ده كمان حاطط عليا التزام. بالظبط، مش مجرد يعني ايه انه وقت ما احب وقت ما احبش، لا، هو في التزام بس نابع من حب. بالظبط، لا الله ولا اولاده. دي نستشفها من فين عشان ما تبقاش اقتراحات؟ لما رب المجد كلم بطرس وقال له يا سمعان ابن يونس اتحبني؟ قال له اه، قال له ارعى غنم. كلام يعني واضح، واضح وصريح وما فيهوش اي حاجه يعني يمكن انها تتوه مننا. إذن الموتيف أو الدافع أو الحاجة اللي جوايا هي أني بحب الرب لأنه هو حبني جدا، وبالتالي بحبه وحاوز أخدمه وعايز أخدم ولاده، ده دافع. طب هدف الخدمة إيه؟ في دافع وفي هدف. هدف الخدمة مجد الله، مش مجدي أنا، مش مجد أي شخص. وده برضو مش استنتاجات، في بطرس الأولى 4:11، إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله، إن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنح الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. كلام واضح، الهدف لكل خدمة أن يتمجد الله بيسوع المسيح. يبقى إذن في دافع، حاجة بتحركني، وفي هدف قصاد عينيا. لما الهدف ده بقى واضح الواحد ما يتوهش كده، ما يجيش كده، ما يجيش كده. يعني مثلا المكان ده هيسقفوا لي فيه وشك، طب الله يتمجد، لا، تلقي الواحد إيه، مش عاوز أروح ليه، ما هو في هدف قصادي. فالدافع شيء عظيم والهدف شيء مبارك، بس في حاجة اسمه الحافز.
الحافز ان كل شويه بلاقي السماء بتبعت لي تاكيدات ومكافئات وتعويضات وبركات تخلي العجله دايما تدور ولا تتوقف. طب جبنا فين موضوع الحافز ده؟ احنا قلنا قبل كده وحيث اكون انا هناك يكون خادمي، وايه وان كان احد يخدمني يكرمه الاب. يبقى الله بيدي مكان عظيم لخدامه وكمان اكرام من الاب نفسه ليه، فده حافز. حافز الحافز بيساعد ان كل يوم اصحى الصبح عندي طاقة جديدة، كل يوم بتحرك ونفسي اشواق جديدة، كل يوم وانا بتحرك تقدير السماء بيخلي اليوم ما يعديش على الفاضي. ازاي النهاردة يعدي من غير خدمة الرب؟ ازاي النهاردة يعدي ما بعتش للسماء خير؟ ازاي النهاردة يعدي؟ يعني بسمع احيانا من خدام يا فلان اخبارك ايه، يقول ما حدش كلفني بحاجة. ازاي ما حدش كلفني بحاجة؟ ازاي ما حدش كلفني بحاجه؟ طول ما الحافز منور في عينيا ما لقيتش حد يكلفني، انا اللي اتطوع، انا اللي اتحرك، انا اللي اروح، انا اللي ابادر. يعني طب انا مش كل الشخصيات ساعات بتبقى كده، انا فعلا ساعات احيانا ببقى محتاج حد يكلفني، انا قاعد ومستعد بس حد يقول لي اعمل حاجه هعمل، لكن مش تعني عندي افكار، مش عندي يعني مش عندي حاجه معينه في بالي اتحرك فيها. دي تعني ان الحافز مش واضح في عينيا. يعني عايز اقول لك حاجه، مثلا زي ما بشرح، مثلا احنا لما بنحب نعين حد في المبيعات بيجي يتقدم مهندسين سيلز انجينير وبنعمل لهم انترفيو، فبيكتب في السي في بتاعته طلباته ايه. في واحد يكتب انا عايز سالري قد كذا، عايز مرتب قد كده، وفي واحد يكتب يقول انا عايز عموله قد كذا. تفتكري مين اللي هينجح كسيلز انجينير؟ أكيد اللي عايز عمولة، هو اللي عايز مرتب، عايز يضمن حاجة يعملها يقعد مكانه، ويعني يشتغل كتير يشتغل قليل هيبقى فيه مرتب داخل وهو مطمن ليه. لكن اللي عايز عمولة ده ناوي إيه؟ يعني عايز يشتغل كتير، فعايز شغله كتير ده يكون بيتقدر، وطبعا كل ما هيشتغل كتير كل ما العمولة هتزيد كده يبقى الدنيا كويس. اهو النوع الاولاني ده بقى هو اللي ايه، عايز المرتب ده، يقول لك لو ما حد يقول لي يا عم روح اروح، لو قالوا لي النهارده ما تروحش روح لفلان اروح لفلان، ما قالوش هقعد في المكتب. طب انت بتعمل ايه؟ انا باخد مرتب. مش دريان بالحافز. الحافز بيخلي فيه طاقه دائمه استمراريه يوميه لينا كاولاد ربنا، ان ما يعديش يوم عليا من غير ما اخدم. الخدمه بابها مفتوح قوي، بس لو انت انشغلت بالمكافئات بتاعت السماء وتقدير السماء وقربت من دماغك مش هتحتاج تزق نفسك ولا تأنب نفسك ولا تستغلب نفسك، لكن هيبقى الدافع، والله عارف ان احنا بنحتاج للتشجيع لده، فهيبقى على طول الدافع موجود والحافز كمان موجود، فتلقى طاقة الحركة مستمرة. هقول لك مثل بسيط يعني عشان عندي سؤال بس بحاجة. مثل يعني ملفت جدا، يقول ايه؟ ان كان احد يقبل نبيا فأجر نبي يأخذ. عارفة تعالي نفصصها كده مع بعض بروح التأمل. هنفترض أني أنا في أحد الأنبياء أو الخدام، دلوقتي ما فيش أنبياء في خدام، مثلا هينزل خدمة قرية، أنا راجل ماليش في خدمة الكلمة، فأقول يا جماعة أنا بكرة إن شاء الله هنزل خدمة قرية، فأقوم أنا أقول إيه؟ أنا طمعان كمان في مكافآت السماء. أخويا أنت هتروح إزاي؟ أقول لك هركب مواصلات. أقول لك طب ما أنا عندي عربية أجي معاك. طيب يا حبيبي ماشي ربنا، بس اسمح لي اخد البركه دي. يقول ماشي انزلوا مع بعض. قوم السما تيجي اخر اليوم تحسب. فنفترض ان الاثنين بقى الشروط متوفين، فالسما تقول ايه؟ الخادم النهارده ليه 100 درجه. طب الراجل اللي وصله ياخد 100 درجه. ده الملفت جدا بقى. لا 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 ثواني بس. يعني اللي راح واتكلم وراح وعظ في الكنيسه واتكلم بجاب كلمات من الله واتكلم والناس سمعت، وهقول مش هقول كلهم قبلوا، هقول في مجموعه كبيره قبلت، وعمل نهضه في الكنيسه، في نهضات زي نهضه العذراء زي نهضه الروح القدس، كان في نهضه كده وعدد كبير موجود وناس كتير سمعت، وهو قعد وحضر خدمه وقالها، الله يكافئه زي اللي وصله بالعربيه. بس عايز برضه اقول حاجات بين السطور، يعني الله بيقيم زي ما هنعرف بعد شويه على مدى التعب. يعني هنفترض ان الاثنين تعبوا، عشان كده قلت لك الاثنين نفس تعبوا زي بعض. يعني فلو تعبهم زي بعض، يعني لو فرضت مثلا ان هو اخويا ده تعب ساعه في التحضير وانا تعبت 3 ساعات عشان اوصله، انا اتبارك اكتر. لكن المين البركه المين؟ لما ناخد بقى التعب وناخد الاجتهاد وناخد الدوافع لما نفهمهم بعد كده، بفترض انهم متساويين، اخد 100 زي اخويا.
بلاش كده. كان زمان اما يجي خدام بيسافروا البلاد ما كانش في بقى فنادق وامكانيات كده، فكان في ناس بتستضيفهم من الكنيسه. لما خادم حد يستضيف والخادم ده يشتغل اسبوع ومآخر اسبوع السنه تحسب له مثلا 500 نقطه، تحسب الراجل اللي استضافه ده 500 نقطه. ففكره ان ابواب الخدمه تبدا من كوب ماء سائع، حتى قبول، حتى مساعده، حتى معونه، حتى تدعيم، حتى تحضير. يعني مثلا احنا لما بنيجي نقدم حلقه بيبقى في مجموعه اختبارات، بنقول يا جماعه احنا هنتكلم في الموضوع الفلاني، وحد من اخواتنا يقول انا عندي اختبار اهو، اللي جاب الاختبار ده هاخد زي حضرتك واخد زي، اذا تساوينا في التعب يعني، لو تساوينا في نفس الامور مع الفارق يعني. انا عندي تحفظ على هذا الامر بس ماشي. لا صحيح، يعني هنفترض ان احنا كلنا تعبنا زي بعض، فالرب ما يجي يوزع حياتي ناس زي ما يدي رندا، زي ما يدي فريق العمل اللي جوه، زي ما يدي مثلا لإيريني، زي ما يدي لألفريد، زي ما يدي أخويا اللي بيشارك في الاختبار. ما أنا بقولك الفكرة المفتوحة دي بتخليني أنا تطوعي. أبونا أنا عندي بكرة فاضي، أخونا فلان أمين الخدمة أنا عندي الكام يوم الباقيين دول فاضيين، مفيش حاجة عايزين تحضروها، مفيش حاجة عايزين تحضروها. مثلا دلوقتي كل حاجة بتشتغل بالكمبيوتر، كل حاجة بتشتغل بالبرامج، كل حاجة الكنائس دلوقتي شغالة وقت كتير عشان كورونا أونلاين. لو أنا اتصلت قلت أنا أرغب في الخدمة هلاقي كتير من الحاجات. بس في بعض الناس مننا بيختار الخدمة اللي مفيهاش تعب، بس أقول من ضمن العوامل بعد شوية اللي السماء بتكافئ عليها أكتر التعب الأكتر، بنسميه التعب اللذيذ. بس نفسي إن موضوع يعني إيه ننشغل بيه ونفكر بيه ويبقى موضوع في دايرة دماغنا. يعني طول ما المهندس ده بيفكر في العمولة هياخدها ازاي، قيمتها قد ايه، هتجيله مثلا او ما نمضي العقد يا ترى ولا لما ناخد اخر شيك، كل ده بيعني ايه؟ ان هو دايما عنده كاينتك، ما بنقولوش انزل، عنده دايما طاقة انه يشتغل، وما بنقولوش ينزل خلي بالك هو اللي بيجري لوحده. وممكن نلاقي الساعة 9 بالليل بيتصل، أنا عندي عميل دلوقتي وظروفي كذا وعايز كذا، في عرض عايزه بكرة. إيه ده الساعة 11 بتتكلم؟ طب أنت مش مواعيد العمل 5 6؟ طب بس أنا بشتغل بعد مواعيد العمل ليه؟ أنا بفكر في المكافأة. خلي بالك لو الموضوع ده فكرنا فيه واتأملنا فيه وقرينا الكتاب المقدس بتدقيق وشلنا الغمامة السوداء اللي إبليس كان حاططها على موضوع مكافآت السماء، لأنه يقصد هذا عشان يضر بالكنيسة ويضر بالخدام ويضر بشعب الله ويضر بعمل الله، رغم أن الله الموعظة على الجبل كلها لو تقريها أجركم 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 أجركم. دي أعظم حاجة الموعظة على الجبل، كلها تلاقي فيها أجر سماوي، كلها مكافآت سماوية. ففي تحدي وفي مكافآت، فتلقي الطاقة اتحركت، مش اتحركت شويه وقفت. طيب هو السؤال يعني انا جاي سالته قبل كده بس خليني اقول، هو حضرتك فتحت عينينا على موضوع المكافآت السماويه، بس احيانا يعني حضرتك مثلا وانت بتتكلم على الحافز والدافع والهدف، طب ما يعني هو انا هشتغل مع ربنا زي ما بشتغل في العالم؟ يعني اقول له هتديني كام عشان اشتغل لك؟ يعني انا جاوبت قبل كده، هجاوب مره تاني. الله عارف طبيعتنا وعارف ان احنا نحتاج للحوافز والتشجيعات، ودي طبيعتنا الانسانيه. لما هنبص كده نلاقي كل القديسين بدون استثناء اللي خدموا الرب كان الموضوع ده فارق معاهم وشغلهم. خليني ابتدي مين من اكثر القديسين نشاطا في العهد الجديد؟ يا بولس الرسول طبعا، رحلات وتبشيريه ويعني ما كانش بيهمد. خليني اسالك، النار اللي كانت فيه دي بيحب الرب يسوع، بيحب النفوس وهدف مجد الله، دي يعني مش هنقول ما هو الدافع ما هو الهدف، دي امور استابلشت خلاص ومؤكده يعني، يعني امور مستقره اكيد هنتفق عليها. يوم من الايام ايه قال كده، قال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. كويس. وبعدين ما انطلقش، هو كان قصاده خيارين، يقعد في الارض وينطلق في السماء. وإيه الخيار التاني اللي جذبه أنه يقعد في الأرض، اللي كان أقوى من شهوته ورغبته في أنه يقابل الرب يسوع وينطلق، مع أنه قال أن ذاك أفضل جدا جدا؟ إيه اللي خلى يعني ذاك إيه اللي خلى ما هو أفضل جدا يؤجل وما هو آخر يبقى يستبقى؟ يبقى هو ده الموضوع. تفتكري إيه؟ تعالي نبص مع بعض بقية الآية. اتفضل. بالظبط بيقول إيه؟ ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي،
ثمر يعني المكافأة، عمل يعني خدمتي، يعني طول ما أنا قاعد على الأرض في ثمر بيتحوش لي في السماء، والثمر ده مكافآت السماء. فأنا ما بين خيارين، محتاج أطلع ومحتاج أسافر ومحتاج أروح، وفي الجانب الثاني أنا طول ما أنا قاعد عمال بحوش في السماء. يعني شوفي قد إيه الموضوعين كانوا قد إيه ذات ثقل وذات تأثير، لدرجة أنه هو أخطأ. هو بيقول لك أنا مش عارف أخطأ، يقول لك إيه، فإني محصور من الاثنين، مش عارف أخطأ، وبعد كده إيه، ولكن أن أبقى في هذا. فإذا أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى معكم. يبقى إذن الفكرة اللي بتقول أن موضوع علاقتي بالله ما ينفعش يبقى فيها حوافز، كلمة أتأسف كده جدا قد يكون فيها من البر الذاتي أكتر من كلام الحياة الأبدية. لا أفهم أكتر، يعني سوري بأفور على ربنا، يعني ربنا يقول لي حبيبي أنت إنسان تحتاج مكافأة، أقول له لا لا مش محتاج مكافأة يا حبيبي، المكافآت بتخليك طاقة وحركة وتتبارك، وده يبقى ليك مكافأة سماوية مكافأة أرض. لا يا رب أنا أشتغل معك من غير مكافآت. طب إيه أخبار شغلك يا حبيبي؟ أما أبقى فاضي هبقى أشتغل شغلك يعني في خدمة كرم الله، في الخدمة يعني. إيه حبيبي أخبار؟ لا هم في الخدمة يعني ضغطوا عليا فأنا انسحبت، محدش طلب مني حاجة فأنا قعدت. طب يا حبيبي ما أنا عارف إنك أنت جواك بيبقى فيه حاجة بتشجعك، اسمح لي واسمح لنفسك إنك تفهمها وتعيها، لأن بقول لك عشرات زي ما قلت قبل كده عشرات من الآيات بتتكلم عن الأجرة ومكافآت السماء، مش محطوطة بهزر. إذا كان رب فهمه المبارك قال كده، إذا كان بولس نفسه قال كده. طب تسمحي لي أقول لك حاجة تانية، بولس الرسول في يوم من الأيام قال كلمة غريبة قوي في كورنثوس الأولى 8:9-18 يقول إيه؟ فما هو أجري إذن وأنا أبشر؟ لا لا ثواني بس، هو يعني طبعا الآية مش غريبة، بس أنا أول مرة يعني أقف قدامها أو أفكر فيها كده. بولس الرسول بيقول ما هو أجري؟ وأنا أبشر. تخيلي أكملك الباقي بيقول إيه؟ أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. بالبلد يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع قال إن من يخدم الإنجيل فمن الإنجيل يعيش. فهو كان بيشتغل بإيده ويروح يخدم وما ياخدش المكافأة الأرضية عشان تتحوش له في السماء. أنا بقى هأفور على بولس الرسول وأقول لأ ده أنا ماخدش مكافآت، ده الراجل بيفكر زي زوتها. لا هو حتى عشان يقف ويقول ما هو أجري، يعني دي الحقيقة مشغول بكده، يعني غريبة. مش غريبة، دي الحقيقة اللي أنا ما اكتشفتهاش، دي الحقيقة اللي عدو الخير عايز يخبيها عننا، دي الحقيقة اللي كانت في قلوب الناس دي وعاملة نار جواهم وإحنا مش واخدين بالنا أو مش عايزين ناخد بالنا أو في حد عايزنا ما ناخدش بالها منها، ونأفور على ربنا ببر ذاتي ونقول له يا رب احنا مش محتاجين حاجه. لما كنا بنشوف، خليني اقول بعض مننا، لما بنشوف ان انا مقصر في الخدمه بقول انا مقصر عشان محبتي قليله او التزامي قليل. حضرتك قلت ان الخدمه التزام حب، ده صحيح. فانا كنت برجع ده لانه انا رب معلش سامحني، انا محبتي قليله سامحني رب، انا مش ملتزم معاك كفايه، واكتفي بكده انه انا فيا الغلط ده، وحتى لو هحاول اغيره هبقى زي فوكست، انا بركز على الفكرتين دول، يا اما حبي قليل يا اما التزامي ضعيف. وبعدين بعدين ليه بعد كده ولا حاجه؟ عشان انا مش هعرف نفسي قد اللي خلقني، صح؟ واذا كان اللي خلقني فاهم كده وعارف كده وكل شويه وفي مكافات هناتي واجرتي معي هناتي ومكافاتي معايا اجركم عظيم في ملكوت السماوات، اذا عملتوا كده يبقى لكم اجره سماويه، ابوك الذي في السماء يكافئك يجازيك علانيا. بعد كل الكلام ده اقول له اركن كل الكلام ده يا رب ما يهمكش، نستعفي يعني. يعني حبه ذوق كده. لا ده مش ذوق، ده بر ذاتي، ده مش ذوق، ده بر ذاتي. اقول لك ابونا تدرس يعقوب بيفصل الحته دي بتاعت بولس الرسول، بيقول اذ يتخلى الرسول عن حقوقه اللي هي في البشاره بالانجيل، يعني تتطلع عيناه الى اجر اعظم مكافآت على مستوى ابدي سماوي. انا اسفه، ممكن من اول الشيء يقول اذ يتخلى الرسول عن حقوقه. يتخلى عن حقوقه اللي هو حقوقه الارضيه، يعني ايوه من يخدم الانجيل من انجيل يعيش. اتخلى عن ده. تتطلع عيناه، بس عينه رايحه فين؟ على اجر اعظم مكافآت على مستوى ابدي سماوي.
إذن في حاجة جذباه، في حاجة واخدة عينه، في حاجة واخدة قلبه، في حاجة مخلياه في الأتعاب أكثر، في الضيقات أكثر، في الضربات أكثر. إيه عم، إيه عم الطاقة دي؟ ما هو كله الرب بيكافئني عليه وبيباركني عليه. إزاي ما انتيش؟ لما بيبقى دافع حلو وهدف جميل من غير حافز بنسأل زي السلحفة، فهم قصدي؟ أي طوبة توقفه، أي عطرة توقفه. حضرتك بتتكلم عن بولس الرسول، وده أعتقد أنه من أعظم الأمثلة اللي أي حد فينا يقول بس أبقى يعني 10% منه، مش كده؟ فيعني جايب لنا مثل لا يختلف عليه حد. تمام. لا مش كده بس، أنا فاكر مرفض لما كلمتك على التلاميذ قلت لك ان بطرس الرسول قال له فبيقول ايه؟ فاجاب بطرس حينئذ وقال ها نحن قد تركنا كل شيء فماذا يكون لنا؟ ماذا يكون لنا؟ يعني ايه المكافئات؟ يقول لي انت بتفسر التفسير ده من دماغك يا راجل. قلت له لا. فقال لهم، وقلنا المره فاتت قال لهم مش قال لبطرس، يبقى بيقول لهم كلهم، انتم الذين تبعتوني في التجديد متى جلس ابن الانسان تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيه تدينون اسباط اسرائيل. وبعدين في حاجات على الارض، كل من ترك بيوتا او اخوه او اخوات او ابا او اما او امراه او اولاد او حقولا من اجل اسمي ياخذ 100 ضعف في هذه الحياه وفي الحياه الابديه. يعني حتى في السماء وفي الارض مكافئات. اذا كان التلاميذ كلهم مشغولين بالموضوع انا اتعافى عنه؟ هل انا اعمل زي بطرس يا رب ما تخسرش الشرك ليا؟ ما ينفعش. الله لما يتكلم ما ينفعش الافور عليه. لما الله يقول ان شوف كل قدسية بيهتموا بالموضوع ده ازاي، ما نقدرش اقول لا ما يهمناش. ما هو ما يهمنيش ده السبب اللي مخلي خدمتي مش خدمة نارية، مش خدمة مشتعلة، ده ليه تأثير سلبي على خدمتي. صح. طيب خليني ايه اقول لك حاجة تانية. موسى النبي في احنا اتكلمنا عليه مرة قبل كده. ايه 40 سنة مرار من ساعة ما فكر يقف مع شعبه لغاية ما 40 سنة ايه؟ 40 سنة اعداد و40 سنة تعب في البرية، يعني 80 سنة مرار من اجل شعبه، 40 في البرية و40 معهم وهو طالع. ابتدت ازاي؟ الراجل كان قاعد في القصر ابنة فرعون. ايه اللي شغله؟ ايه اللي شده؟ ايه اللي دخله في السوري يعني في اللعبة دي؟ انت خليك في مكانك، انت من العيلة المالكة يا راجل، حاول تساعدهم من بعيد لبعيد، تبعت لهم فلوس، تبعت لهم أكل، تشيل الظلم عليهم، واسكت كنا بقى. بص يقول إيه؟ حاسبا عار المسيح، ده في عبرانيين 11، غنى أعظم من خزائن مصر. ها ليه؟ لأنه كان ينظر إلى المجازاة، المكافأة. ينظر يعني مركز، يعني مهتم، يعني واخد باله، يعني الموضوع شغله، يعني الموضوع عنده حاجة كبيرة، يعني الموضوع جذبه، ينظر إلى المجازاة. طب في مين بقى زي موسى النبي؟ يعني الحاجة اللي شجعته، حافز، اللي حفزته انه يحتمل كل هذا زي ما حضرتك بتقول 80 سنة من الأتعاب، كانت انه عارف انه في مجازاة تنتظره. هقراها لك. كان بينظر اليها. هو على فكرة حتى كان ينظر، دي كأنه كان اول مرة في بالي. ينظر الى المجازاة، مش حتى منتظرها، كأنه شايفها بعينيه، كأنه شايف حاجة. بيقولك من البعيد نظروها وحيوها، أقرب أنهم غرباء ونزراء ونزلاء لو ما شفتهاش بكل مكافآت السماء. إزاي هسيب اللي على الأرض؟ أنا بني آدم على غلبة، غلبان على قد حالي، والله عارف كده، والله عشان عارف كده بيقولي تعالى أشجعك وأكافئك، هتفرق معاك. عايز أقرأها لك مرة تاني. بيقول حاسبا عار المسيح، ده في عار أهو. تخيل واحد هيسيب بقى القصر ويتمرمط ويتعب ويحط نفسه مع الرعاع بتوع الناس والخدام، يعني سيبه جامده قوي، مش كده؟ ترك جامد قوي. ايه يا عم، ايه اللي في دماغك؟ كنت بتفكر في ايه ساعتها؟ ايه اللي شدك الشده دي؟ لانه كان ينظر الى المجازاه، اي المكافاه. بدون الحافز الانسان ما بيقدرش يستمر في طاقه العطاء المستمره. ممكن يعمل حاجة رتمها، هروح الكنيسة يوم الجمعة، حضر الدرس، هقول الخدمة وتاني تمشي. لو حصل أي موقف هعتذر، لو حصلت أي حاجة هتراجع، لو قالوا لي كلمتين كده بايخين هنسحب لي أسبوعين ثلاثة وممكن أخليهم شهر. مفيش الحافز، مفيش الحافز. في الدافع، مش هنكر يعني في الدافع، بس الدافع من غير الحافز بيخلي الإنسان يمشي ويقف، يمشي ويقف، يمشي، أو يعمل حاجة بشكل نمطي، والشكل النمطي احيانا في الخدمه ما بيجيبش النتيجه. طيب تمام. ماشي. قديس يوحنا اللاهوتي، ماشي. في اعظم من كده بقى؟
لا ده بقى اللي هو كل حب مش كده؟ يعني كل لو هنقول التزام حب هنقول اكيد يوحنا الحبيب بقى، يبقى مش محتاج لاي حاجه تاني ولا يقول لاولاده حاجه تاني ولا يتكلم في الموضوع ده خالص، كفايه حب. في رساله يوحنا الثانيه اصحاح 1 عدد 8 يقول انظروا الى انفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما. ده مش بيتكلم على عايز الاجره تبقى ايه؟ كامله مش ناقصها حته، يعني ما ينقص من اجرتنا ومكافاتنا السماويه عشر. او عارفه لما الناس تشتغل تقول لك انا هاخد سنتين عشان اخد معاش كامل، يعني يدفع سنتين زياده ده هنا في مصر علشان في الاخر ياخد معاش كامل، هو قصده كده بل ننال اجرا تاما. يا عم ده انت يعني عينه برضو على الاجر، من غير ما عيننا تبقى على الاجر هنبقى خدام بردين وخدام يعني موسميين. عارفه موسميين يعني ايه؟ يعني لما تيجي الظروف تبقى كويسه نخدم، لما الظروف تبقى صعبه نركن. مالك يا فلان؟ زي ما بقول لك حصلت ظروف فاضطريت ان انا انسحب من الخدمه. بقالك قد ايه؟ 10 سنين. الواحد قلبه بيدمي بيدمي لما خادم مبارك زي ده الرب كان بيستخدمه لمجد اسمه ونفوس بترجع ليه ونفوس بتتوب، يقعد 10 سنين قعد في البيت. ليه يا اخويا؟ اصل كان في حروب وكان في مقاومه. طب وبعدين؟ انسحب. طب لو كانت الاجره والمكافاه قصاد عينك كنت هتنسحب؟ مش ما سمعناش الكلام ده كتير، مش موجود. لا لا في حساباتنا. بص كلمه حساباتنا الروحيه مش وازن الحسبه. طيب طب استاذنا حضرتك احنا بس بنكمل معانا اتصال، معانا استاذ عادل من القاهره. الو. مساء الخير يا دكتوره. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك على الهواء، اهلا بيك. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا حبيبي. حضرتك يا باشمهندس بتتكلم عن الخدمه والعطاء بتاع البشريه. طب حضرتك لو خدمتي او عطائي للبشره يكون مثلا منتقى يعني ايه؟ يعني حضرتك في ناس تستاهل الخدمه دي او المشروع دي اديها خدمتي، وفي ناس مثلا ممكن اكلمه او اشرهم ياخدوها بمحمل سيء مثلا، ابعد عنهم وما اشرهمش او حد حرام. وحضرتك مثلا كل مثلا ما ادي الخدمه هل ربنا مثلا بيجازيني الخير؟ وكل مثلا نبعد عن الناس مثلا او ما يأدي الخدمه منتقاها مثلا، هل حضرتك ربنا يديني مثلا مشكلات او عقبات في حياتي؟ الجزء الاخير مثلا الجزء الاخير معلش حضرتك ممكن تعيد تاني بس براحه شويه، جايز المايك او الصوت. ماشي اتفضل. وحضرتك برضه يعني هل انا مثلا بعدي عن الناس مثلا او عدم خدمتي للناس هل ده ممكن ربنا يقابله مثلا اللي يزيد مثلا بدل بركات مثلا ليا ممكن لعائلتي او مشاكل اللي بتعمل في حياتي؟ تمام. طب خليني اقول لحضرتك اللي انا فهمته من السؤال وتقولي ان كان صح ولا غلط. انه انا مثلا ممكن انقي حضرتك بس قول لي اللي انا فهمته صح ولا غلط. انه انا مثلا من ناحيه ممكن اكون بنقي الناس اللي انا بخدمهم حسب انا مرتاح لهم ولا لا. دي حاجه، الحاجه ده صح ولا غلط؟ والحاجه الثانيه ان انا ان انا ممكن مثلا في ناس لا ما اقدم لهمش خدمه عشان خاطر انا مش مرتاح لهم او متضايق منهم، هل ربنا ممكن ياخد مني بركه او يعني تكون ليا بركه وما اخدهاش بسبب كده؟ تمام انا فهمت صح؟ لا هو عارف اللي عايز اوضحه لك ان في ناس مثلا ممكن اشوفهم بالخدمه او بالمشروع الصح وياخدوها بمحمل سيء. تمام. هم وحشه مش كويسين. تمام. بشكر حضرتك على اتصالك وعلى سؤالك وهنجاوب عليه حالا، شكرا ليك. هو اخويا اللي انا فهمته انه بيحاول يقدم خدمه للناس بيشور عليهم مشوره صالحه، في ناس بتقبل وفي ناس بتعتبر انه مثلا هو بيقول تفهم يعني كبر علينا انت مش عارف هتعلمنا، جايز بيبقى في رفض من بعض الناس. اقول ثلاث نقط. الخدمه تحتاج الى تواضع، مفيش كلام. تواضع. مفيش كلام. رب المجد اسس الخدمه بغسيل ارجل التلاميذ. فلو عايز تشور على الناس يبقى لازم تقدم لهم المشورة بتواضع، وعادة الحب والتواضع عادة بيقبل. حتى فاهم ازاي يعني؟ لكن مثلا يا دكتورة إناس انت مش فاهمة حاجة، انا لازم اعلمك، انا لازم اعرفك، فبتقفل. فدي اول نقطة نصيحة. تمام. تاني نقطة هو بيسأل هل يا ترى لو قدمت خدمة واترفضت ممكن الله يحاسبني ويعمل لي مشاكل؟ لا طبعا، الله مش لو ما خدمتش مش هتجيلي مشاكل. لكن لو ليا بركه مش هتيجي؟ لو ليك بركه مش هتيجي. ده بوضوح يعني عشان ما يبقاش في لبس في الموضوع. طيب لو انا نفسي البركه تجيني ومكافآت السماء تجيني اطور في خدمتي، انوع فيها، ما تبقاش خدمه مشوره بس، في خدمات كثيره الناس تحبها
عمل محبة، بيقول لك كأس ماء بارد. أخويا اللي بدل ما أديله مشورة مثلا أديله دعم، أقف جنبه، أساعده ماديا معنويا، محبة، أصلي له، أقف جنبه، أعرف إيه مشاكله، أبعت له آيات كل يوم. مش شرط الخدمة تبقى كلها مشورة، في أبواب بتتفتح وفي ناس بتقبل، وفي ناس حتى لو قدمت لهم بتواضع هيقبلوا ومش هيمشوا. ففي تنوع في الخدمة، في أساليب الخدمة، في طرق الخدمة. ما خليش خدمتي محصورة في أسلوب واحد. أنا بخدم الناس دي عشان بحب الله وبحبهم، طيب هم مش عاجبهم الطريقة دي، في طرق أخرى. طيب وإذا الناس دي قريبين منك، نصيحة برضو تالت دي نقطة، الخدمة بتاخد وقت. طيب تفضل حضرتك. كنت بتكلم لسه عن قديس يوحنا اللاهوتي، وقلنا أنه قال بل ننال أجرا تاما، يعني بيشجع ولاده، وهو دي حاجة جوه قلبه، أن أجرته ما يشرحش من حتة، ما تنقص حتة. وده اللي خلى التلاميذ زي ما أنت كنت بتشوفي لما تدرسي طاقة وحركة واستمرار. المسيح ترك ليهم موتيف كويس، محبة الله ومحبة أولاده، هدف نظيف عشان ما ننحرفش يمين وشمال. مجد الله، مجد الله. وكمان حوافز يومية يومية يومية، الحاجة ما بتروحش، ما بتبسطش، ما بتقلش، ما بتغيبش عن عينيه. أقول لك حاجة بقى أكتر من الناس دي كلها، أنت يمكن نوهت عنها قبل كده، رب المجد يسوع. رب المجد يسوع، هل يا ترى هو بيخدم ويتحرك كان بيتحرك من غير ما يبقى في حاجة قصاده، من غير حافز قصاده وهو بيتحرك فيه؟ تعال نشوف في العبرانيين بيقول ايه. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ناظرين هنا المقصود بيه يعني نتعلم منه الأعلى. طبعاً نتعلم منه، نشوف هو بيعمل ازاي، نقتدي بيه، ناس الخلف كل غايتي اني ابقى شبهه، مش كده؟ يبقى ناظرين هنا بنتكلم على رب يسوع، عشان مش بصفته اللاهوتيه بس، بصفته الانسانيه، عشان نتعلم منه. مش بنتكلم عليه بصفته كابن لله هنا او الصفه اللاهوتيه، بنتكلم عنه كانسان سلك بينا وادانا مثال نمشي زيه، مش كده؟ يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب. طيب ما هو من اجل السرور الموضوع امامه، ده احنا دايما نقول انه من اجل خلاصنا طبعا، وده حافز مش قليل. ما هو كل واحد بياخد الحافز على قد يعني. انا بالنسبه لي الحافز ربنا يقف معايا ويباركني في السماء ويباركني على الارض على قد حالي. الرب يسوع بقى، بس عايز ااكد ان في حافز، في حاجه الواحد بيبص لها. لو ضاع الحافز بتضيع دايما الطاقه والقدره والاستمراريه. هنا الفكرة يعني أنه حتى يسوع كان قدام عينه أمر معين باصص عليه وبيفرحه بالضبط، وده الحافز اللي لازم يكون لكل واحد. طبعا ممكن الحافز يختلف حسب قامته الروحية وبعده مع الله، بس في النهاية الإنسان يحتاج إلى حافز. رب يسوع بالجسد ادانا مثال، كان ليه حافز، حاجة بيبص لها، والسرور الموضوع أمامه كان مخليه يحتمل إيه؟ الصليب مستهينا بالخزي، فجلس عن يمين عرش الله. إذا كان المثل الأعلى بتاعنا فيه حاجة، فيه حافز بيتحرك بيه، إزاي أنا ما يبقاليش حوافز؟ إزاي أنا تتسرق مني الحكاية دي؟ أجيب لك مثل سريع كده ونخلص النقطة دي. ليه الناس لما بتطلع المعاش ممكن يجي لها أمراض وتتعب وتجي لها مشاكل؟ راح الحافز خلاص، راحت الحكاية. وبالتالي الدنيا بتضلم، بدل ما كان بينزل الشغل وينجح في كذا ويحل مشكلة والناس تجيله لما يكون عندها موضوع وتخلصه، هوب اقطع. أحيانا في ناس بتتعب، أحيانا جيلها قلب، مش من التعب، من قلة التعب، بس عشان ما فيش حافز الدنيا بتخمد وتضعف وتقل. نفسي أن الرب ينور الأمر ده في عينينا، نفسي مش نسمع خدمة وخلاص، ده يبقى كل يوم موضع انشغالنا، كل يوم موضع شكرنا لله، كل يوم موضع تسبحنا ليه، لأنه بسبب نعمته بيدي، مش بسبب استحقاقنا ولا حاجة، بس متلكك لي على حاجة. فاسمح اسمح أنك أنت تخلي الموضوع ده في عينك، مش هتلاقي حد يقولك اخدم، مش هيجي يوم تلاقي يا أنا النهارده ما خدمتش وأني بنفسي. الطاقة موجودة، مش خلاص يعني بقت ايه، سيلف كاينيتك، عارفة طاقة داخلية ذاتية، مش محتاج لحد يقولك تخدم ولا تأنب نفسك على الخدمة ولا تعدي يوم من غير خدمه. فعلا ده بيحصل كتير قوي، موضوع اني اانب نفسي، انه زي ما قلت لحضرتك كنت فاكراها انه اصلا مش بحب ربنا كفايه، اصلا انا مش ملتزم كفايه،
لكن ما بيجيبش نتيجة. أيوه. اللي بيجيب نتيجة مع الإنسان ها طاقة حركة. طب لاقي نفسي مش قادر أخدم، أبتدي أقرأ الآيات اللي إحنا قلناها دي، أقرأ الآيات اللي قالها القديسين دول على الخدمة، أقرأ المواعظ على الجبل أشوف أجركم عظيم، ده حتى الصلاة عليها أجر زي ما قلت، حتى الصدقة عليها أجرة، حتى ال- 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 الصوم عليه أجرة. تخيلي التشجيع قد إيه. وده اللي قاله رب المجد يسوع، فإنك أنت لما تصلي إلى أبوك الذي يرى في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، يكافئك علانية. هتكافئني يا رب على الصلاة؟ هتكافئني على الصوم؟ ده أنت يا رب مستصغرني أو لا، أنا عارف إنك غلبان، بس وقف زي القديسين تقول وانشغل بالموضوع، اقرأ الآيات دي صلي بيها وفكر فيها، هتلاقي فيه طاقة حركة جواك تستمر. أمين أمين. إحنا فعلا محتاجين نكون بنصلي، والأمر ده زي يرسخ كده جوه قلوبنا. صح. اسم يسوع وقدام عينينا. أمين. أعتقد إحنا أختنا راندا معانا هتكون بتصلي معانا، تفضل يا راندا. بسم الآب والابن والروح القدس لأن واحد أمين. مبارك اسمك لأنه مكتوب تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. أشكرك لأنك كريم وسخي وبتشجع أولادك وخدامك. أشكرك لأنك نورت في عينيا إن كل رجالك القدسين كانوا متشجعين بالمكافآت السماوية، وإن القديس بطرس والتلاميذ لما سألوك على مكافآتك الكريمة قلت لهم وكل من ترك من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. أشكرك لأنك قلت للخادم الأمين نعما أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. أشكرك لأنك شجعت شعبك يخدموا ويحبوا ويتقبلوا فرح الضغوط بتاعة الناس لما قلت افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. أشكرك إن حتى موسى النبي كان ينظر إلى مكافآت. ساعدني إن عيني تكون دايما بص على أورشليم السماوات، بفكر في تقديرك ومكافآتك وافتكر كلامك وها أنا آتي سريعا وأجرتي معا لأكافئ كل واحد كما يكون عمل. وعدك يا رب ده يفتح قلبي فأتشدد خدمتك ولا أتراجع أبدا. ليك كل المجد مع صلوات كافة قدسيك. أمين أمين أمين. مشكورة جدا يا راندا على صلاتك. ما زال في الطيب، يعني هو حضرتك كده يعني حاسة أنه ابتدينا نستحضر جدا جدا موضوع المكافآت السماوية، وأمين نكون زي موسى النبي كده بننظر إلى المجازاة، نتشجع زي بولس الرسول. طيب المكافآت السماوية دي اللي هي ايه مثلا؟ امثله حضرتك يمكن كلمتنا الحلقه اللي فاتت، لكن اعتقد انه مازال في جعبه حضرتك امثله اخرى. طبعا احنا المرفت قلنا ان في مكافآت سماويه هناخدها في السماء، وفي مكافآت بتجينا من السماء هناخدها على الارض. خلينا نقول بعض الامثله كده. بس هي مكافآت جايه من السماء، كله جاي من السماء، كله مصدره فوق، ودي حاجه جميله يعني. لكن التوقيت هيفرق، في حاجات هتبدأ متحوشه فوق وفي حاجات هناخدها هنا. صح. وفي حاجات هناخد شوية منها هنا، القديسين بيسموها عربون. عربون. وهناخد الباقي فوق. يعني بولس الرسول قال لك أنا مش عايز العربون هنا. قال لك حوله كله فوق، هناخد 10% و90% هناك. قال لك بلاش من 10% دي، أطلعها فوق أحسن. أصل إيه؟ أصل أنت ما تبقى فوق من ضمن المكافآت الجميلة زي ما نشوف قرب من الرب. يعني الآية اللي كانت بتقولها أختنا تقول إيه؟ في لقا مثلا. فقال له نعما أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. كلمة نعما الأول عشان ما تعبرش علينا يعني well done، يعني كأن السماء بتقول لك برافو. نفسي أول ما نقرأ نعما دي نحط خط الجر برافو. هل ممكن الروح القدس يقول لي بعد خدمة معينة برافو؟ أهو المسيح قالها بقول مبارك. لا يا راجل، لا أنا أسمع تبكيت بعد الخدمة إن أنا كانت ذاتي بتطلع، أسمع كلمتين من ربنا إن أنا اتأخرت في الخدمة، أسمع كلمتين إن ما حضرتش ما كنتش أمين كفاية، ده اللي أنا متعود أسمعه. قلنا مش ده اللي بيحصل، مش ده اللي بيحصل. الله في تبكيتات وفي تشجيعات، تبكيت على طول يقتل البني آدم، ما تقفلش باب التشجيعات. فنعما أيوة العبد دي اتقالت مرات كثيرة. فأول ما الرب يقول لي نعما يعني بيقول لي برافو. طب إيه برافو دي؟ أنا آسفة بس معلش. هو نعيم من دي تتسمع هنا على الأرض، يعني إحنا هنا ممكن بعض مننا يبقى فاهم إن الآية دي تتقال فوق بقى لما نخلص كله، لكن نعيم من على جزء من الشغل مش لما نخلص كله. إحنا اتفقنا في فكر القديسين ما نأخذه في السماء ناخد عربونه هنا. بيقولوا في السماء يعني أحكي لي بقى كتير، يعني أمام عرش المسيح
هيبتدي يعرض الفيلم وخدمة حضرتك وتعبك وسهرك اللي محدش دنام بيه، وتطلع الكاميرا تصور والمسيح يسقف ويقول برافو ونعما وياخدك في الأحضان، كل ده فوق، ده الهنا بتاع فوق حاجة تاني. أنا بتكلم على العربون بس عشان عارف طبيعتنا ضعيفة، العربون بيفهمنا حاجة اللي هتاخدها. يعني أنت لما زي ما قلنا العربون ده عبارة بتتفق مع شخص يقوم بعمل في البيت فبتدي له إيه مبلغ عربون، لكن بياخد بقى حسابه إمتى؟ أما يخلص الشغل. فنعما دي بتسمعيها هنا في ودنك في قلبك في حياتك، وهقول اختبارات، ولكن فوق بقى تبقى حفلة وتبقى قصة وتبقى أكاليل وتبقى بركات وتبقى إعلانات وتبقى أحضان وتبقى حكاية كبيرة. فلكن هنا بيقول إيه؟ فليكن لك سلطان على 10 مدن. طبعا واضح أن الكلام ده ممكن أخد عربونه هنا وممكن أخد عربونه هناك. يعني إيه سلطان على 10 مدن؟ يعني الرب يفتح لي أبواب جديدة. يعني مثلا أنا بخدم في كنيستي يوم في الأسبوع، أبسأل ربنا فتح لي أبواب في كنائس تاني. إيه ده؟ كنت أمين في الخدمة الصغيرة دي، ماسك فصل صغير وطلبوا مني أني أروح أخدم فأدوني فصل صغير، قلت أمين، أحضر كويس. أحكي لك اختبارات، اسمحي لي أقول اختبارات عملية بدل ما أقول قصص. يعني الخادمة بتقول أنا كنت بخدم في خدمة مدارس أحد ودوني فصل صغير ابتديت بيه. الفصل ده كان في اللي هو يعني من 3 سنين إلى 6 سنين بيسميه خدمة الملائكة. وكان ولاد إخوة الرب، فكان الحالة الاجتماعية والحالة المادية صعبة جدا، وكان يعني بتحصل مشاكل. يعني أحيانا كنا بندربهم حتى على غسل إيديهم على غسل وشهم. لما كنا بنوزع على الأعياد بعض بركات من الكنيسة كان أحيانا الأهالي يتخانقوا معانا، يصل الأمر أحيانا يشتمونا، يصل أحيانا يعني يتعدوا على الخدام. لكن كنت شكر ربنا جدا لأن الخدمة فيها تعب. هي مدركة المفهوم بتاع الخدمة فيها تعب. بيقول ما فيش كم سنة بصيت لي نفسي حطيني أمينة خدمة بتاعت ثانوي كلها، بما فيها الخادمات بما فيها البنات بما فيها كل حاجة. الخدمة ده يعني ده خدمة في الكنيسة مش صغيرة، ومش يعني مش العظمة في الموضوع، دول اللي هيطلعوا يبقوا بعد كده خدام والخادمات اللي موجودين معايا، وده انت بتأسس بعد كده كمان خدام لما يخدموا ويكونوا سبب بركة، السماء تباركهم على خدمتهم وتباركك انك انت أعدتهم. السماء تباركهم على خدمتهم. أيوة. وتباركك انت وتبارك الخادمة على إعدادها انك انت أعدت. أهو كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. قد تكون البركات في هذا المجال الروحي، وقد تكون بركات في شغلي في بيتي في ولادي، يعني مش بس في الجانب الروحي. أقول لك الأخت دي قالت بعد سنين طويلة ربنا كان غمرني فيها ببركات في الخدمة مش قليلة. بتقول كده أنا كنت ممكن أستمر في الخدمة لأني بحب ربنا ومتمتع بحبه، لكن ما كانش هيكون بالأمانة والاجتهاد ده لولا مكافآت ربنا الكتيرة والواضحة جدا على كل مستويات. دي الحتة اللي أنا بقولها لك. هخدم الخدمة البسيطة. هي كانت لمسة، كانت لمسة مكافآت الله، فدخل عندها أمانة واجتهاد أكتر. بالضبط. يعني مش هروح وإذا حصل حاجة هنسحب وهو كده. عارفة في مثل في الشغل كده بيقولك أنت بتشتغل كده أي كلام ليه؟ يقولك على قد فلوسه. طبعا ده مثل معروف كان أكتر بيتكلموا فيه على الناس بتشتغل في الحكومة عشان مرتبات قليلة شوية. ومش بس المرتبات قليلة، ما فيش حوافز، كله بيتساوى، ما فيش أي حاجة تخليني أتحفز. ولو أني مش موافق على الفكرة دي، لكن أنا بحاول أخد منها المعنى اللي الإنسان بيعبر عن طبيعته. بتقول إيه؟ الله غمرني بمكافآت كثيرة مثل النعمة الكبيرة والقبول والحب من الناس اللي حوالي في كل خدمة، رغم أن في معارضين ومختلفين معايا في الرأي. وجانب آخر المكافآت والبركات المادية والروحية كانت واضحة بشدة في البيت، بركات مادية زي الصحة والوقت والفلوس، وأهم حاجة نجاح الولاد دراسيا وتفوقهم. البركات الروحية بقى جت من جود ربنا الواضح في البيت ووجوده معايا. كنت قبل ما أنزل الخدمة عندي 3 ولاد مفيش حد يقدر يقعد معايا، فكنت بستأمن الله عليهم وكانوا صغيرين جدا، والله كان أمين حافظ عليهم واسترهم أكتر ما كنت أسيب معهم حد. الله كان بيرسل ملائكته لحماية ولادي ويساعدهم هم صغيرين، وده كان واضح جدا، وكنت بحس أن الرب بيكفاني وأنا ما استاهلش.
بتقول صلوا لي وباركوني عشان الرب يستمر في خدمته معايا. انا بختصر طبعا أيه. من بعتته، بس بصي الكلام، شوفي المفهوم الروحي وشوفي البركه الروحيه، في بركه ماديه. هي لمست بايدها، لمست بركات الله ولمست تعاملاته ولمست مكافآته، زي حضرتك بتتكلم على بركة في الصحة وبركة في النجاح الدراسي، بركة في البيت، ده غير البركة الروحية ومجالات جديدة وكبيرة في الخدمة بتتفتح. بالضبط. قالت كلمة أحب أقولها، بتقول إيه؟ أكتر حاجة لمست معايا لما حد من اللي كانوا بيسألوا، حد من ولادي بيقولوا له أنت نفسك تخدم ليه؟ فبيقول كنت بشوف، الولد قال لهم كنت بشوف ماما نزل الخدمة تعبانة وممكن تكون متضايقة، أكيد العيال بتعكنن علينا أحيانا يعني من حاجات، لكن هي راجعة من الخدمة كنت دايما بشوفها بتكون مبسوطة ومش تعبان. أنا نفسي أخدم زي ماما. المكافآت السماوية واضح أنها كمان كانت واضحة عليها هي. بالظبط. والولاد شافوها. بدل ليه ماما، معقولة ماما تسيبنا وتروح الخدمة؟ ماما بقى أنت بتفضلي الناس هناك عليا، ممكن مشاعر أحيانا بتبقى، ماما جاية مبسوطة، ماما جاية فرحانة وهي كانت نازلة متضايقة وكانت تعبانة. دي بركة الخدمة. حتى الفرحة اللي جواها ابتدى ولادها كمان يشوفوها تتشاف. الفرحة اللي جوه القلب بتتشاف، السلام اللي جوه، كل دي مكافآت من السماء على خدمة السيد. انت لو عملتي خدمة لأي شخص لازم هيقدمها لك هدية، تقدير، كلمة حلوة. طب مش حال ربنا بقى لما بنخدمه يعمل ايه؟ يعمل كتير، يعمل كتير قوي على حسب غنى وكرم الملك. امين. طيب يعني احنا لو بنسأل عن انواع المكافآت السماوية، فحضرتك بتتكلم انه في حاجات في السماء، حضرتك شوقتنا طبعا لما اتكلمت على الحفله وكده، لكن كمان في حاجات في الارض زي اللي اختنا اتكلمت عنها، بركه في الصحه، بركه في نجاح الولاد، بركه في البيت، فرح وسلام بحس بيه وده شجعها انها تكون بتكمل. صحيح. وزي ما قلنا طاقه الروح قدس بتتفتح محبه وفرح وسلام وطولانه ولطف وصلاح، حتى سم الروح بيبتدي ينبع في حياتي بوفره شديده جدا كعطايا الهي. في حاجة أقولها بسرعة كده، في حاجة اسمها مكافة إنهاء خدمة. مكافة إنهاء خدمة؟ دي بتاعت السماء بقى ولا دي بتاعت إيه؟ أيوة دي بتاعت السماء، بس بتبقى حفلة جميلة، ليها مرموز على الأرض، ليها مرموز على الأرض. في العهد القديم يقول لك إيه؟ إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك 6 سنين، ففي السنة 7 تطلقه حر، بس تطلعش بقى كده. وحين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا، أمال تزوده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرك كما باركك الرب إلهك تعطي. على فكرة دي الأفكار اللي خلت الناس دلوقتي تفكر في موضوع إزاي تعمل مكافأة إنهاء خدمة. بس إذا كان الله قال كده، ده الكلام ده تثنية 15-14، طب أم المناوي يعمل إيه بقى فوق؟ إذا كان بيوصيني أنا لما عبدك يخدمك وخلاص هتخرج وخلص خدمته لازم تكون بتديله كذا وكذا وكذا وكذا، طب ما ربنا هيعمل ايه؟ تخيل، عيش، اتامل، فكر، اسرح. الوقت اللي هتضيعه في التامل في الحاجات دي هدي لك طاقه وشحن البطاريه بتاعتك كويس قوي، بحيث انك انت لا تتوقف ولا تكل ولا تمل وتبحث عن مجالات الخدمه، ولا تنتظر احد يدعوك، ما تنتظر حد شيء يطلب منك، ما انت عايز تاخد المكافاه فعايز تتحرك، بتبعت للكنيسه تقول لهم انتوا عايزين حد، انا ممكن اوصل حد، انا ممكن اعمل كذا، انا بفهم في الموضوع الفلاني، لو انتوا عايزين اي حاجه انا تحت امركم في كذا، جيراني، قرايبي، هبعت ايات للناس، هسال عن الناس البعيده، المريض هروح له، في مجالات للخدمه ما تقوليش محدش قال لي حاجه. يعني ما لقولك تبدا من كوب بارد، حد في العماره عندي سنه كبير هعمل له اكل واطلعه له، هسال عليه، هكلمه عن ربنا، هقول له كلمتين حلوين، هبعت له ترنيمه، مستشفيات مليانه، جيراننا مليانين، قرايبنا مليانين، ما تقوليش ما فيش مجالات للخدمه من فضلك. بس هو ما فيش حافز للخدمه، مش ما فيش مجالات للخدمه. تمام. طيب بس خليني بس اسال على حاجه برضو، حضرتك انت بتتكلم على انه مثلا حد تعبان انا هزوره، حد محتاج اني اعمل له اكل هعمل، لكن الهدف هيفضل موجود، انا مش مجرد بعمل طبعا نشاط اجتماعي طبعا، لكن الهدف اللي هو بتاع مجد الله هيفضل موجود دايما في ذهني، مش هيهرب مني الهدف خالص، مش هيهرب مني. وزي ما بقول دايما لما في هدف الخط ما بيعوجش، طول ما انت في قلبك فاهم ده المجد المسيح مش هتعوج، يعني مش هتعمل حاجة أصلا عشان يقولوا عليا، وأنا دماغي ثابتة خلاص. مجد الله مش مجدي أنا. عارفة رب المجد يقولك ثبت وجهه إلى أورشليم، الخادم لازم يبقى له هدف وواضح قصاد عينه كده، عشان لما يطلع ياخد باله هو لوحده كده.
انا مش مرتاح النهارده وانا بتكلم كان شويه عشان امجد نفسي اروح اراجع تاني، مش محتاج حتى حد ينبهني ولا بتاع، لان الهدف بيساعدني. يبقى الدافع محبه الله ومحبه ولاده، الهدف مجد الله، الحافز مكافآت وتقديرات السماء وعطايا السماء الكثيره. تمام تمام. فاحنا دي انواع المكافآت. طيب بالزبط. طب هل بقى في مثلا مقاييس معينه؟ يعني حضرتك اتكلمت انه هي في مكافآت، طب كل حد بيشتغل بياخد وبياخد زي التاني؟ لا، هنا هنختلف بقى شويه. يعني عايزين نقول ايه، هو هيحسبها ربنا ازاي؟ هيدي ده زي ده زي ده ولا ايه؟ هناخد اربع معايير بس، يمكن نحتاج في المره دي ناخد معيار او اتنين. تمام. اول معيار يعني احنا مثلا في الارض مثلا واحد بيقول ايه بالانتاج، واحد يقول بساعات العمل، طريقه التقدير. يعني واحد يقول بانه بيقدم جهد مميز، واحد بيقول بيتعب زياده، فهنا في اساليب لتقدير العامل. تمام. طب في السماء هنقدر ازاي؟ اول بند هو التعب. التعب هنقول الايه ونشرحها. كورنثوس الاولى 3:18 يقول لك والغارس والساقط دول نوعين من الخدمات، هما واحد، يعني الاثنين زي بعض، ولكن كل واحد سيأخذ اجرته بحسب تعبه. ولكن كل واحد سيأخذ اجرته بحسب تعب. يعني ايه؟ اللي يتعب كتير ياخد اجره كتيره، اللي يتعب قليل ياخد اجره قليله. بالصريح ده بنسميه التعب المبارك او التعب اللذيذ. يعني اللي بيتعب في الخدمة أكتر أحيانا، يعني كنا قبل كده كان في بعض مننا ممكن يقول مش عارف ليه بيحملوا عليا، مش عارف ليه يعني دايما مثلا الخدمات الصعبة مثلا أو البعيدة أو كده يعني يقصدوني أنا، طب ما في غيري. بس كلام حضرتك كده إدى صورة مختلفة، مش واضح في عيني. الفكرة أنه المكافآت السماوية مش واضحة في عيني، فلو دوني فصل مثلا الولاد الكويسين اللي بيسمعوا الكلام بتاع أبقى مبسوط أوي، لو دوني فصل الأشقية أبقى مش مبسوط. أحكي قصة خادم نزلوه في خدمة ابتدائي، فنزلوه فصل من الأولاد الكويسين فما انبسطش، قال له يا رب ادوني فصل بس البركة الطاعة تحتاج البركة تحتاج للطاعة، فأنا هسمع الكلام بس من فضلك اسمح لي أني أخدم الفصول التانية. فيقول أنا كنا اتنين خدام، كل مرة أروح الخدم التاني أقول له اخدم أنت الفصل ده، ولف أنا على الفصول اللي ما جالهاش الخادم بتاعها، أدور على خادم ما جاش في الفصول الصعبة، معروف دول أولاد الشقية ما بيسمعوش الكلام، بيتنططوا كتير، متعبين، أهاليهم بيعملوا حاجات صعبة، فكنت بدور على الخدمة دي. معرفش إزاي كان بيبقى متعة وفرحة غريبة جدا أني أخدم في الفصول الصعبة أكتر ما أخدم في الفصل بتاعي اللي فيه فصل كويسين. متعة وفرحة عشان مدرك المعنى الروحي اللي بيقول ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. أنا هنزل القرية القريبة ولا هنزل القرية البعيدة؟ القريبة يا باشمهندس، خليها قريبة. المواصلات صعبة والطرق صعبة والقطر بياخد وقت طويل، وحضرتك عارف القطارات لو خدمة قرية يعني قطارات بتبقى حالتها يعني جايز يعني نتمنى طبعا الوضع يتحسن، بس من كام سنة كانت القطارات صعبة. افتكر مرة وقفنا القطر، كنا في خدمة في المنيا بمناسبة القطارات، كان في ديسمبر يا باشمهندس، واستنينا القطر اتأخر، كانت مثلا كان ميعاده واحدة مثلا بالليل، جه الساعة 3-4 الصبح، فما انساش اليوم ده لأن كان الدنيا تلج. بتكلم ان القطارات كمان فالحتت البعيده دي برضو وصعبه الحقيقه، بس الفرحه الغامره اللي الله بيديها كاجره مضاعفه مع التعب الزياده بتخلي الواحد يدرك المعاني السماويه، ان فوق المكافاه والتقدير والاجره السماويه. ولو في ناس ما بتحبش كلمه اجره بس ده كلام كتابي ما نعدلش على الانجيل. ايوه اجره صالحه. ايه الاجره صالحه واجرا كاملا. انا استغربت جدا بتاعت قديس يوحنا الرسول، الاجرا حتى اجرا تاما. انا بقول لك عشرات من الايات تتحدث عن الاجره، بس ادراكي ان كل واحد سيأخذ اجرته حسب تعبه، ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ بولس الرسول. عشان كده تفهمي ليه جه في كورنثوس الاولى 15:10 يقول لك بل انا تعبت اكثر منهم جميعا، ولكن لا انا ولا نعمه الله معي. خلي بالك، ولكن بس هو واخد باله وبيقول بيذكر ان هو تعب اكتر من الكل. ليه؟ عارف انه كل واحد هياخد اجره، حضرتك قلت الايه بحسب تعب. حسب تعب. الادراك الروحي ده لمقاييس السماء، دي بقى مقاييس السماء. الادراك ده يديني ايه؟
تاني بعد كده اقول لهم ماشي اروح القريه البعيده. وساعتها الاقي ايه؟ مش كلام بقى انا هعمله، مش هتفضل عن ربنا، فرحه اكبر، معونه اكبر، نعمه اكبر، وقفه اكبر. احكي لك حد من الخدام بيقول انا سني اتعدم. كنا لما بنطلع مؤتمرات كنت ببقى مسؤول عن اعداد الاجهزه، فكان من ضمن الاجهزه تركيب الكرين. انت عارفه في المؤتمرات بيبقى فيه تصوير، فبيركبوا الكرين ده جهاز كده حديد طويل قوي بيبقى اجزاء عشان الكاميرا ايه تتحرك. بيبقى اخره في الكاميرا بتبقى اخره في كاميرا والكاميرا بتتحرك بالظبط. بس بياخد بيقول ايه بياخد مجهود حوالي 12 ساعه احيانا 15 ساعه عشان اركبه واظبطه. وانا كان عندي مشكله كبيره في العمود الفقري. بيقول ايه والامر كان بيستلزم احيانا من 12 الى 15 ساعه احيانا متواصل. الالم كان بيكون كبير لكن الفرحه والتعزيه اكتر بكتير. تعب كتير ولكن فرحة وتعزية وأكبر بكتير. لما أنا دايما باخد الحاجة اللي هي زي ما يقولوا إيه السهلة أو البسيطة، مش ببقى مدرك تفكير ربنا فين وتقديره إزاي وإزاي بياخد الموضوع ويحسبه. وبالتالي ده الإدراك ده هيخليني أخد خطوة دايما لقدام. بيقول كده أنا أحب أخدم وأنا واقف مش بقعد، لأني بحس إن أنا ببقى واقف أمام الله. ده كان مؤلم ليا لأني كنت بقعد أحيانا بالساعات الطويلة أخدم وأنا واقف، لكن في نفس الوقت كنت بشعر أن نعمة الله شيلاني ورفعني. زي ما قال الكتاب كده الجسد جاهز يكون ضعيف لكن الروح قوية وفرحان. الاختبارات دي لو قعدت أديك من النهاردة لبكرة يعني كل ده لا يساوي شيء أمام المكافآت والتعزيات والفرح غير البركة حتى على المستوى المادي. لما بيكون في تعب كتير بيبقى في بركة كتير. ده بيشجعني أنا كخادم أني ما أدورش على الخدمة السهلة أو الخدمة اللي بيبقى أي واحد يجري وراها، لا أنا بدور على الخدمة اللي تدي أجرة ومكافأة أكتر. وده زي بقول خلى بولس الرسول يدور على إيه، يعني كل التلاميذ تقريبا كانوا بيخدموا في محيط مثلا القدس وما حولها، أورشليم وما حولها، السامرة، يعني منطقة فلسطين. إيه اللي بيخليه يسافر ويلف وياخد آسيا الصغرى وبعدين يطلع على أوروبا ويعمل كده؟ وفي تلاميذ تاني كمان عملوا كده. بس ايه اللي كان في دماغه؟ يقول لك انا تعبت اكثر منهم جميعهم. طب ليه بتتعب زياده؟ لاني عارف ان كل واحد سياخد اجرته بحسب تعب بحسب تعبه. يعني تعبت كتير تاخد اجره كتير، وده عدل مش كده برضه؟ عدل. خليني اسال حضرتك سؤال معلش. هو يعني طبعا إيه احنا عمالين حاسه انه إيه زي ما في حلقات كتير قوي بقول لحضرتك نفس الكلمه انه مخنا بيتظبط، بنبتدي ايه نفكر كده بشكل مختلف بشكل كتابي. طيب ليه، وانا سألت السؤال ده لحضرتك قبل كده بس خليني اسأله تاني، ليه مثلا ممكن اكون انا بتعب لكن مش بحس بده؟ يعني اخويا هنا قال انا اشتغلت 12 و15 ساعة كنت بشتغلهم وانا ظهري واجعني لكن ما كنتش في الاخر بحس انه ايه التعب يهون قدام الفرح والتعزية. طيب هل فعلا ممكن حد طيب يشتغل زيه كده وما يحسش بالفرح والتعزية؟ لو قافل الباب أو ما ربطهمش ببعض، يعني قد تحدث الأمور دي في حياته وجاز ربنا يكافئه مكافآت أرضية، مثلا هو راجع تلقى في حد يتصل بيقول في بركة معينة في حاجة حصلت، بس ما بيربطهمش ببعض. وده إبليس متعمد يعمل كده. جايز مثلا في المؤتمر ده يتصل حد يتصل بنتك نجحت بتفوق في كذا، طبعا هي ذكرت مش ما ذكرتش بس في نعمه من الله، في بركه اضافيه، في وقفه من الله، فبيحس بركه ماديه، بركه معنويه، بركه روحيه، بركه نفسيه، بس احيانا ما بيربطهمش ببعض. وابليس متعمد ان ما يخليناش نربط المكافئات السماويه وتقدير السماء بالخدمه عشان يخلي الخدمه تتوقف، تبقى ضعيفة، ما تبقاش مستمرة، ما تبقاش خدمة حسب قلب الله، يبطط خدمة عمل الله عشان هو بيكره كده. أنا حاسة النقطة دي مهمة قوي الاتنين عن بعض. يعني معلش أنا عايزة أعيدها تاني بعد إذن حضرتك، إنه أنا يعني ربنا بيباركني في كل الأحوال، لكن الفكرة إنه أنا أحيانا مش بربط صح البركة بالخدمة وباللي أنا قدمته وباللي أنا عملته لانه مش في ذهني ولانه برضه في عدو قاصد كده. صح، عدم دراستي لكلمه الله او تركيزي عليها، وفي نفس الوقت في عدو بقى عايز يفصل الاثنين عن بعض علشان ما يخليش الطاقه والحركه والاستمراريه والحافز يكون بيشتغل جوايا، عايز يبططني، عايز يوقفني كعادته باستمرار. تمام. بس اللي انا يعني عايز اركز عليه ان فهمي وادراكي الروحي ان التعب الزائد
يعطي بركة زائدة ويعطي مكافآت زائدة، بيخلي أنا جوايا الباب مفتوح للسندة كمان. قوم التعب بنسميه التعب اللذيذ، يعني مش التعب السخيف. خلوني آخر واحد، بعتوني في أصعب حتة، مش عارف ليه بيعملوا فيا كده، أمين الخدمة متقصدني، ببقى رايح متقدر وتعبان وبروح وكل حاجة. ولما يجي ربنا يفرحني، لا 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 مش عايز أفرح يا رب. طب انبسط يا حبيبي، لا 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 هم واخدين مني موقف، انت ليه محصور في الموضوع ده؟ انت بتخدم عشان امين الخدمه. النظره اختلفت، النظره اختلفت. طب استاذن حضرتك معلش، احنا في سؤال وصل لنا، بنت الرب بتسال هل خدمتها لاولادها الرب سوف يكافئها عليها؟ بالطبع خدمتي لاولادي الرب بيكافئني عليها. ولادي دول الله بيحبهم زي ما قلنا 10 مرات قبل كده اكتر مني، ومستأمن ولاده عندي وديعة. الفكر الروحي بيقول مش دول أولادي، دول أمانة لي السماء حطتهم في إيدي، قالت لي أنت خد بالك منهم، دول أولاد أبويا أساسا. أنا يا دوب وكيل، السماء بتسميني أنا وكيل عليهم، أنا مش صاحب ولادي، أنا مش مالك ولادي، أنا السماء مدياني وكالة وبتقول لي خلي بالك منهم، حبهم وأكلهم وشربهم وعرفهم طريق الحياة الأبدية، ابعد عنهم إبليس. زي ما الله بيحبني اداني الحب ده لأولادي، فأنا بحبهم من حبه ليا وبتكافئ وبتبارك على كده. تمام. الخدمة اللي هي معش طبعا، وأنا مش عارفة هي أن تقصد أنهي نوع من الخدمة، يعني هل خدمتي تقصد خدمة روحية، تقصد خدمتي أن أنا باخد بالي منهم سواء دي أو دي، يعني كلام حضرتك على الاثنين على الاثنين، بس أنا بتكلم على الخدمة اللي دفعها محبة الله واللي هدفها مجد الله. أيوه أنا بتكلم على نوع معين من الخدمة ليها خط مستقيم كده. في ناس بتخدم ولادها عشان دول أولادها وعشان متعلقين في رابيها، بعيد عن الخط اللي بتكلم هيتباركوا صدقيني، بس هيتباركوا على الأرض. لكن اللي بيدور على بركة كبيرة على الأرض وبركة كبيرة في السماء لازم يعدل البصة بتاعته. أنا دافعي محبة الله وهدفي مجد الله، مش هدفي يقولوا أن أنا ربيت كويس، مش هدفه ان انا اقول ان ولادي دول اعتز بيهم وافتخر بيهم قصاد الناس عشان طلعوا متربيين ومتعلمين كويس. انا الدنيا واضحه عندي، تمام، دول انا وكيل. تمام. ولادي دول انا لما ابني بيتولد باخده كده واطلع ارفعه كده على ايديا اقول له من يديك يا رب، دول امانه عندك، اديني حب وامانه واتقان في تربيتهم. مش دول اولادي حته بقى مني وفلذات اكبدنا والكلام اللي نشترك فيه مع الناس اللي ما عندهاش البعد الروحي اللي بنتكلم عنه. لا، تمام. انا مدرك ان انا وكيل، مش انا صاحب، مش زي ما قلنا قبل كده انا مسؤول. مش المسؤول. تمام. المسؤول الاساسي عن ولادي اللي وكلني بيهم، وانا جبت ولادي دول منين؟ مش هو اللي بعتهم لي؟ أيوه. وبالتالي انا وكيل على 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 النسل المبارك ده وانا مسؤول عنه. امين. فالامر هي ليها مكافاه، تطمئن وتكمل. بس برضو بقول حته يعني بين السطور، خلينا ناخد بالنا من حتة الدافع والهدف. لأن أحيانا الأهداف نراجع مع بعض. الدافع هو التزام حب محبة الله وأولاده، دول أولاده. التزام حب محبة الله ناحية الله وأولاده، والهدف مجد الله. بالظبط. الهدف ده لما يبقى نضيف بتحسي إن الثمر والبركة بتبقى على الأرض وفي السماء، وبتبقى بركة قوية. يعني حد يقول أنا بخدم ولادي كتير ومش بقى، طب يا ماما انت واخده بالك منهم يعني روحيا مش قوي، طب بيصلوا مش كتير، طب علاقتهم بربنا، لا انا سيبهم لخدم مدارس احد، لا احنا لازم ناخد بالنا روحا ونفسا. أيوة. وجد لكن في الاكل انا كويسه جدا وفي طلباتهم انا بجيب، لا احنا لازم ناخد بالنا ان في بعد تاني طويل الامد والحياه الابديه هيقضوها فين. لازم تسالي نفسك ولادي هيقضوا حياتهم الابديه فين، وده سؤال مهم. طبعا لا أنا مشغولة بالموضوع ده، عشان كده بقدم مع لبن الرضاعة لبن الحياة الأبدية. يعني أمهات مثلا بترضع ابنها بترنم، ما تصوريش قد إيه الترنيم مع الرضاعة بيقولوا بيدي معنى. بتقدم لولادها حب من السماء مش حب من الأرض، وكان كلمنا عن الموضوع ده كتير. فهي مدركة إن الخدمة دافع حب الله وأولاده وهدفها بوضوح مجد الله وفي مكافأة سماوية. أمين. طب أستاذنا إحنا معنا اتصال معنا مدام نجا من اسكندرية. اتفضل. ألو. الو، اهلا مدام نادية، ازيك دكتورة إيناس؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك يا باشمهندس ألفريد؟ ازي حضرتك؟ اهلا اهلا بيكي. اهلا بيكي. نعمل ايه بس مع حضرتك في التعليم اللي عمال تقولها لنا دي؟ الصراحة
يعني احنا كنا اميين قوي، انا عن نفسي بقول كده. يعني كل مره بتفهمنا حاجه جديده كاننا لا قرينا كتاب مقدس ولا كنا بنروح كنيسه ولا اي حاجه. فانا بالذات دلوقتي انا بتكلم عشان اشكر حضراتكم جدا واشكرك يا باشمهندس الفريد، فعلا تعاليم جميله وحلوه حلوه. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن كان في وقت كورونا أنا كنت دايماً أقول هردم إزاي؟ هعمل إيه في وقت كورونا؟ وبعدين في قريب ليا كان جاي من أمريكا وتعب وجاله كورونا، واللي كانوا بيخدموه ناس من كنيسة كانوا بيجيبوا له الأكل الساعة 2 الظهر، كان الأكل يتجاب سخن. فأنا حسيت قد إيه الدقالة وقد ايه دقالة الحجم، ان اللي عايز يشتغل ويخدم فعلا يشتغل ويخدم. أيوه. فانا حبيت اقول كده ان مفيش اعاقة للخدمة، الاعاقة في من عندنا احنا اللي بنشتغل. فعلا فعلا. نشكرك على اتصالك جدا. شكرا يا باشمهندس. شكرا. شكرا جدا. شكرا دكتورة ايناس وكل فريق العمل. شكرا. حبايبي. شكرا يا مدام نادية. شكرا على اتصالك. الف شكر. نشكرك جدا. الف شكر. شكرا يا حبايبي. مهندس ألفريد، احنا بنتكلم من حضرتك لما سألت على المقاييس قلت انه اول حاجة هي التعب. طب خلينا نسميه التعب اللذيذ. التعب اللذيذ. امين، لانه فعلا تعب لذيذ صحيح. تاني طريقة بتقيم عليها السماء الامانة. 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 دي برضو كتابيا من فين؟ لو 19 17 فقال له نعما برافو. نعما برافو. نعما برافو. ايها العبد الصالح لانك كنت امينا. في القليل فليكن لك كذا. كنت أمينا. يعني إيه شخص أمين؟ مش بكلفت، بدل حاجة حقها، لما مثلا حضر خدمة أخد وقتها، مش أجي قبل الخدمة بسرعة أقرأ لي كلمتين وأجري على الخدمة، لا أخديها وقتها، أهتم بيها زي شغلي وأكتر شوية. يعني دايما كنا مثلا نسمع الخدام يقول لنا إذا كنت بتهتم بشغلك إيراد اهتم بخدمة ربنا 24 إيراد. نقول لهم ليه؟ يقول لك ده تاخد أجرته على الأرض بس، ده بتاخد أجرته على الأرض وأجرته على السماء. فده ليه بعد أرضي وبعد أبدي. أدي الحاجة حقها، أهتم بالمخدومين. يعني واحدة خادمة بتقول إن ربنا باركني في الخدمة مع الأطفال الصغيرين، كنت لازم أحضر خدمتي وأسأل على كل واحد فيهم وأكتب المشاكل اللي هم بيمروا بيها عشان ما انساش وقت الصلاة، لأن الواحد ممكن ينسى. والرب اداني إن أنا أحبهم بجد وأكون أمينة معاهم، ده وصل لهم أكتر من اللي كنت بقوله. يعني أنا ما كنتش بعرف أقول الدرس كويس، كنت بخلي زميلتي تقول الدروس وأنا بقوم بس بخدمة الاهتمام الرعاية، وأحيانا أحضر الدرس وأدي لزميلتي تقوله. فبتقول ده وصل لهم الحب ونقل لهم الغيرة ونقل لهم صورة المسيح اللي يمكن بتأثر أحيانا أكتر من الكلام اللي بيتقال. تمام. فهو في بند الأمانة، في عنصر الأمانة. أنا أستاذن حضرتك بس معلش، هو أنا في الكنترول قالوا إنه كان في مداخلة. إحنا بنعتذر جدا بس لضيق الوقت، وبنستأذن صاحب المداخلة إنه لو ممكن يكون بيراسلنا بيكتب لنا إن كان سؤال إن كان مشاركة، وإحنا دي تهمنا جدا، بس على الواتساب على الأرقام أو الفايبر أرقام اللي تظهر أو اللي تظهر على الشاشة. أيوة باشمهندس. فبقول إن الأمانة إحدى وسائل تقييم السماء على هذه الخدمة. يعني مثلا إحنا بنقرأ في أحد أمثال رب المجد يسوع إن في واحد إدى لكل واحد المنى بتاعه وابتدى يتاجر بيه. فواحد جاب 10 وواحد 5 وواحد دفنه زي ما إحنا عارفين، بس السماء فرحت باللي جاب 10. ليه؟ لأنه كان أمين، إدى الحاجة حقها، اشتغل كويس، ادى الموضوع حقه، ادى الموضوع بامانه، مشغول بيه. يعني لو بخدم وانا مشغول بالموضوع، موضوع مالي قلبي بفكر فيه، زي ما اختنا بتقول شخص عنده كورونا ووحيد ملوش اسره. أيوه. مش يبعتوا له الاكل اي كلام، يتبعت له الساعه 2 وسخن. يعني اثر معايا كلمه سخن دي. أيوه. يعني في مره كنت بسال حد بقول له ليه الرب قال كاس ماء بارد؟ قال كلمه بارد يعني اعتنى. يعني خدمة فيها أمانة. فاللي بيبعتوا الأكل سخن دي فيها أمانة، مش الأكل خد انت سخنه بقى ونبعته لك من بالليل ومش عارف إيه. أنا عايز أقول إن الأمانة هي الاهتمام كمان بالتفاصيل، مش إن مجرد بخدم وبروح واجي،
يا ابونا انت نازل خدمه قريه؟ اه يا ابني. طب انا نازل معاك زي ما قلنا قبل كده. طيب اخد بالي ابونا جاز ما يعملش حسابه في الفطار مثلا. اه امال انا اجيب ابونا معانا فطار مثلا، رحنا خلصنا القداس، طب ابونا هياكل فين؟ اكون جايب او الخادم اللي معايا او مثلا كده. فقصدي اقول ان الامانه دي عنصر بيبين ان قلبي واخد باله والله بيكافئ على كده. تمام. طيب احنا انا حاسه ان احنا يعني لسه حقيقة محتاجين نسمع تاني يا باشمهندس. حضرتك قلت انه في كذا يعني معيار او مقياس تاني، بس حتى نقطه الامانه يمكن محتاجين لو نستفيد فيها. استاذن حضرتك تكون في الحلقه الجايه، بس للاسف وقت الحلقه جري. فبس هنصلي برضو مع اختنا إيريني بالمعاني دي، وازاي انه فعلا الله هقول تاني رسخ جوانا كل فكر الكتاب اللي بنكتشفه مع حضرتك. اتفضلي إيريني. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي، وان كان احد يخدمني يكرمه الاب. يا رب ما اعظم هذا الامتياز اني اخدمك، اني اكون معاك ويكون لي اكرام من الاب السماوي. اشكرك رب لاجل كل كرامه ومجد مزخر لي في السماء. اشكرك ايضا لاجل البركات الارضيه. اشكرك رب لان وعودك بتديني قوه وطاقه إني أستمر في الخدمة وأقدم، بس وأنا مشغولة بمكافآت السماء وإكرام السماء. ساعدني أنظر إلى المجازاة فأتشدد في خدمتي. أنت قلت رب إني نور للعالم، مش عاوزة رب أتعطل، مش عاوزة أتراجع قدام تحديات الخدمة، مش عاوزة رب إن النور ده يبقى تحت المكيال، لكن عاوزة أشهد عنك أكتر ونفوس كتير تتقابل معاك. وعدك رب بيشجعني إن الذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. عاوزة رب أعمل معاك بأمانة، وحتى رب لو بقدم خدمة صغيرة ساعدني يا رب أني ما استقلش بيها، لكن ساعدني يا رب أقدمها بأمانة، أهتم بتفاصيلها الصغيرة اللي ممكن ما حدش يهتم بيها. هصدق رب أنك ترى وتقدر وتكافئ، وتقدر يا رب أنك تفتح لي أبواب لخدمة أكتر. يا رب أنا عاوزة أشتغل وكلامك بليني وسمعي كده في ودهني نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القديم، فليكن لك سلطان على 10 مدن. أشكرك رب على حقيقة بتكشفها لي أني في احتياج للمكافآت، وأن المكافآت بتشجعني أني أتعب في الخدمة وأني أتكافئ أكتر كل ما أتعب أكتر، لأن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. أتعب وأختبر أن نعمتك معايا وبتحملني، وأقول كده مع بولس الرسول: لا أنا بل نعمة الله التي معي. يا رب أنا بسألك أنك تنقيني من كل كبرياء قلب، كل بر ذاتي كان خادع جدا وخلاني يا رب أتوهم كده أني مش محتاجة مكافآت. أنا رب بعترف أني بخدم بدافع الحب، لكني أحتاج للتشجيع. أنت يا رب بتكشف لي كده عشان أنت اللي عارف طبيعتي وعارف احتياجاتي الحقيقية، فابتهبني حوافز سماوية تشجعني أني أستمر في العطاء وأفرح بالتعب وأحب الأمانة وأرفع عيني لفوق وأبص على مكافأة السماء وأنتظرها. أمين لك كل المجد. أمين. أمين. مشكورك جدا يا إيريني، بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس. حبايا مشاهدين، يا بختنا اننا نعبد وننتمي لهذا الاله العظيم اللي من كثره محبته بيامر لنا بمكافآت سماويه تشجعنا وتشددنا. تعالوا احنا متشجعين جدا ان احنا نكون بنخدم الله بتعب وبامانه من اجل انه هو وعدنا بمكافآت من اجل هذا الامر. ربنا معاكم.